وخليني اشكر جدا في الحفله اللي اتعملت علشان موضوع طياره مصر للطيران اللي هتنقل المنتخب الوطني المصري الى روسيا علشان مونديال 2018. حفله كانت جميله ولطيفه وظريفه ورايقه وشياكه وجميله ولذيذه وحبوبه، والطياره متصممه تصميم لطيف جدا وتاتش ظريف جدا من شركه مصر للطيران والشركات اللي راعيه كمان، تاتش لطيف جدا ان هم يدعموا المنتخب الوطني بهذا الشكل الى اخره. كان حفله شكلها لطيف وشيك وظريفه وجميله، وندعي منتخبنا الوطني ان هم يدخلوا بدل الجون 10 تجوان، يعني عندهم الفرصه الذهبيه ان هم يخلصوا على اسطوره كابتن مجدي عبد الغني. طيب